اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. في هذا الفيديو هنتكلم عن توقعات تحققت بالفعل لال عبد اللطيف، وتوقعات اخرى تحذيرية، وتوقعات مهمة للفترة المقبلة. قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو. لال عبد اللطيف الحقيقة اتكلمت عن كذا حاجة، منها توقعات مهمة جدا للدول العربية. مثلا كانت قايلة ان هيتم اكتشاف في 2023 عن مكان مجزرة جماعية، وده الكلام اللي فعلا حصل امبارح في دولة العراق بعد اكتشاف ضحايا جثث، او نقدر نقول شهداء ماتوا ايام ما كان داعش ماسك العراق وماسك سوريا. لسه دافنين 78 امبارح، 78 قدروا يتعرفوا على الدي ان من خلال الدي ان ايه على هويتهم ودفنهم. وطبعا بالرغم ان الموضوع فتح جرح قديم، ولكن في نفس الوقت الناس بتقول الحمد لله ان احنا لقيناهم، على الاقل نعرف نزوره، نعرف مكانه، نعرف هو كان فين. فحقيقة كان موضوع أليم لكن بطعم الفرح ان الناس عرفت اماكن حبايبها فين. التوقع زي ما قالته كده ليلى عبد اللطيف لعام 23 سيتم اكتشاف مقبرة جماعية في احد الدول العربية، مما سيتم الكشف عن ارتكاب مجزرة كبيرة بحق افراد وعائلات ابرياء في هذه الجريمة المؤسفة. ومع انتشار اخبار هذه المذبحة وهذه المقبرة الجماعية سنكون امام حالات غضب وضجة شعبية واعلامية غير مسبوقة، وكشف الحقائق سيسبب صدمة عارمة في ارجاء هذه الدولة العربية. بالفعل كل كلمة قالتها في هذا التوقع تحقق امبارح. خبر نزل على كل المواقع واحنا اتكلمنا عنه حتى في الاخبار، ان استذكر العراق اليوم فاجعه سجن بادوش الاليمه بعد ان تم تشييع 78 من ضحايا تنظيم داعش اعدموا عام 2014 وتم التعرف على هويتهم بفحص الحمض النووي اثر العثور على رفاتهم في مقبره جماعيه قرب السجن شمال البلاد. والكلام ده كان في يونيو 2014 خلال سيطره داعش على مناطق واسعه من شمال العراق وسوريا. ونقل تنظيم الدولة الإسلامية حوالي 600 رجل كانوا معتقلين في السجن غالبيتهم من الشيعة في شاحنات إلى وادي ما كانش حد عارف بقى الوادي ده فين ولا المكان ده فين، قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم. وجرت الثلاثاء امبارح مراسم تشييع في بغداد وأخرى في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة وسط العراق لدفن 78 من ضحايا سجن بادوش بحسب مراسلي فرانس بريس، وفي العاصمة بغداد أمام نصب الشهيد. شيع الضحايا في توابيت مغطاة بالعلم العراقي وضعت في سيارات الجيش على أنغام عزفتها فرقة عسكرية. وفي مدينة النجف كان من ضمن أقارب الضحايا واحد اسمه خالد جبار العزاوي اللي وقف عند مغسل مقبرة وادي السلام بانتظار تشييع جثمان ابن عمه الذي سيدفن في المقبرة ذاتها قرب مركز الإمام علي ابن أبي طالب. وقال العزاوي نشعر بألم، ولكن من جانب آخر حصلنا على رفات له لتزور عائلته على الأقل. وناس تانية، واحد تاني كان فقد ولده، يعني فقد ابنه، انكسر ظهرنا 10 سنين واحنا بنتمنى شيء واحد ان احنا نلاقي حاجة منه عشان نبكي عليه، واخيرا اليوم عثرنا على جثته. حاجات تانية كتيرة جدا صعبة جدا وأليمة، الناس يعني حالتهم يعني الله يكون في عونهم. لكن بجانب ده كله زي ما انا بقول لحضراتكم، هم على الاقل فرحانين ان لقوا قرايبهم ورفات احبابهم. الخبر التاني برضو او التوقع الاخر اللي قالته ليلى عبد اللطيف وتحقق اليوم، كانت قايله كده في توقعاتها ان في نوع جديد من الفيروس سوف ينتشر في بعض انواع البعوض، يعني ما قالتش الناموس على طول، قالت في بعض انواع البعوض يلسع الانسان ويؤدي الى موت مفاجئ. اللي حصل وايه الموضوع، من حوالي كام ساعه على سكاي نيوز بداوا يلاحظوا ان بسبب التغيير المناخي اللي بيحصل في العالم في نوع من الحشرات اسمها البراغيش، وده نوع من البعوض مش ناموس هو خالص، بس هو نوع منه بيقدر ان هو ينقل مرض اسمه النسف الوبائي. ده بيصيب المشاة
وده أول مرة يلاقوه في أوروبا من السنة اللي فاتت، والسنة دي بينتشر نظرا لارتفاع درجة الحرارة في أوروبا. ده خلى البيئة مناسبة لانتشار هذا الوباء الجديد. الخوف بقى انه ينتقل للإنسان، ويحذر خبراء بيئيون ان استيطان هذه البراغيش في مناطق واسعة حول العالم قد يقود مستقبلا لنشر هذا الوباء بين البشر، وليس فقط المواشي، عبر انواع حشرات مشابهة او متحورة منها. هو ده بقى المشكل في الموضوع، يعني زي ما قالت بالظبط، نوع جديد من الفيروس سوف ينتشر في بعض انواع البعوض، يلسع الانسان ويؤدي الى موت مفاجئ. وهي ده اللي قالته، لان المرض ده صعب جدا، بيعمل في المشاية برضو يعني حاجة رخمة جدا، يعني ممكن من ضمن أعراضه اللي بيعملها في المشاة إنه بيصيبها بالحمى وفقدان للشهية وحالات عرق وضيق في التنفس ويكون قاتلا. فدي برضو من الحاجات المهمة اللي اتكلمت عنها ليلى عبد اللطيف. أما عن بقية التوقعات بتاعتها اللي قالتها، إنها شايفة للأسف شبح الاغتيالات يعود من جديد ويخيم على لبنان وغير لبنان، وراه يهدد بعض الشخصيات القيادية البارزة، وحصول عملية اغتيال بتطال أحد الزعماء أو القيادات حول العالم أراها في صورة قائمة ولكن واقع. أيضا قالت برضو في توقعاتها بالنسبة لبعض الدول، المهم جدا قالت أرى حصول اغتيال برضو يطال، شخصية عراقية للأسف سياسية بارزة. وأيضا قالت بشكل مفاجئ ومؤثر جدا سنرى زيارة للسيدة رغدة صدام حسين إلى العراق لحدث ما، وسنرى تعاطف واستقبال كبير من الشعب العراقي لهذه الزيارة المفاجئة. بيشهد العالم مشهد مؤسف وبالغ الخطورة بسبب تفجيرات تطال أحد المستشفيات في العالم، واليابان بيشهد كارثة طبيعية. وركزوا بقى في هذا التوقع كويس جدا، اللي متابع معانا القناة يفهم هذا التوقع. اليابان بيشهد كارثة طبيعية بتهز أكثر المناطق اليابانية، وتؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى. ووسائل الإعلام نراها تنقل حجم هذه الكارثة والأضرار الكبيرة ومشاهد الضحايا المؤسفة للغاية. ده بدأنا نشوف حاجة منه قليلة في اليابان اليومين دول، في زلازل كتيرة جدا بدأت تواجه اليابان، كان آخرها كان زلزال 6.2، وفي زلزال 6.5، وزلازل أخرى تسببت بالفعل في هد عدة منازل بشكل كبير، وكان في مشاكل في اليابان والقطارات وقفت والدنيا كانت مقلوبة عندهم، لكن مش بنفس الطريقة اللي وصفتها ليلى عبد اللطيف. لكن الزلازل اللي بتحصل حاليا ممكن تؤدي في النهاية، محدش عارف، يحصل زلزال كبير زي ما حصل كده في تركيا وسوريا. كمان قالت ليلى عبد اللطيف ان سنرى صدور قرار اوروبي وللمره الاولى بيتعلق بفرض المزيد من العقوبات على ايران. وقالت برضو مشاهد سنرى مشهد بعض السجون سيكون خالي من السجناء، وبسبب تضارب واشتباك على الطعام والمواد الغذائيه، وربنا يستر ان الموضوع ده ما يحصلش. وقالت ايضا ان بنشوف حزن في امريكا على وفاه احد الرؤساء، وزلزال او تسونامي بيضرب الصين، وبيضرب خصوصا احد المدن الصينية. زلزال يأتي على نيوزيلندا وهولندا وايرلندا، وبنشوف اعصار وكوارث طبيعية بالهند بتشرد الملايين وبتموت بسببها الالاف للأسف. وايضا بنشوف امراض خطيرة تأتي من جراء اشعة الشمس وبتسبب حرارة واغماء، والله يستر ممكن في الصيف. دي كانت توقعات ليلى عبد اللطيف، وقلنا اللي تحقق منها. نتمنى طبعا الخير لكل الناس، وعزائي لأهل العراق. طبعا على قد ما الموضوع كان صعب جدا جدا عليهم وفكرهم بحاجات ما كانوش عايزين يفتكروها، ولكن زي ما الناس بتقول على الأقل لقينا حاجة منه نقدر نزوره ونفتكروا بيها. وطبعا بالنسبة للأوبئة ربنا يستر تغيير المناخ اللي بيحصل ده، زي ما هي قالت كده لعبد اللطيف ان الاحتباس الحراري والتغيير المناخي بيشكلوا الخطر الأكبر على كوكب الأرض. شكرا، أشوفكم بخير في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد.